انت فاكر يا محمود يا حبيبي انت اللي حارسني في الرهبه لو انت فاكر كده. طب وانت اللي زودت الانتخابات ضدي؟ طب وانت اللي عزلتني 2020؟ ان شاء الله باذن الله على الساعه 11 هنزل بقى وبقول له ربنا ما يشمت فيك حد يا باشا. أخيرا خرج مرتضى منصور من الحبس، خلاص وصل بيته اللي في المهندسين من ساعة، كان نازل من عربيته بيتعكز على رجليه شوية، بس خارج وناوي يصفي حساباته مع الكل، أولهم كابتن محمود الخطيب، مستحلف له وناوي ينتقم منه أشد انتقام، وحالف 100 يمين ما هو اللي دخله الحبس، ورغم كده هو مصمم ياخد معاه إجراءات شديدة القسوة والغشومية. ليه مرتضى منصور شايف كابتن محمود الخطيب أهبل، وليه المستشار راجع من الحبس بيتعكز على رجليه؟ كل ده واكتر وهنعرفه مع بعض في الفيديو ده. دخلت اسد وخرجت اسد يا خطيب، اياك تكون فاكر انك انت اللي حبستني، ده انت اهبل. ده كان اول تعليق لمرتضى منصور بعد ما طلع من الحبس وقضى الشهر اللي فات فتره العقوبه اللي كانت مفروضه عليه، وشكله كده طالع وناوي للكل. المستشار ظهر من شويه في فيديو عرضنا ليكم من الثلاث ثواني اللي شفتوهم من شويه في اول الفيديو، قال في كلام شديد القسوه على الكابتن محمود الخطيب، شافه اهبل وعبيط لو هو فاكر ان هو اللي حبسه. ده كلام مرتضى منصور مش احنا. طيب امال مين اللي حبسك يا سيادة المستشار؟ ده السؤال اللي الكل دلوقتي منتظر يعرف اجابته من المستشار مرتضى منصور بعد كلامه ان كابتن محمود الخطيب مش هو سبب حبسه، مع انه كلنا عارفين ان المستشار مرتضى منصور اخد حكم الحبس بعد حكم القضاء في القضية اللي كان رافعها عليه كابتن محمود الخطيب. يبقى مين بقى اللي حبس سيادة المستشار؟ لو حد فيكم يعرف رد غير كابتن محمود الخطيب ياريت يقول في التعليقات، ولحد ما تكتبوا في التعليقات رأيكم. مرتضى منصور وعدكم ووعدنا كلنا انه هيكمل فطاره، وبعد الفطار هيغير هدومه ويقول لمصر كلها ايه اللي حصل معاه في الحبس، وكمان هيطلع بيان بعد الساعة 11 بالليل يقول فيه كل حاجة. السؤال اللي بتطرحه الجماهير دلوقتي هو ايه اللي حصل لمرتضى منصور في الحبس وخلاه يخرج منه ويتعكز على رجليه زي ما ظهر من شوية وهو نازل من العربية قدام بيته. الكل بيتمنى يعرف ايه حصل له، هل في مشكلة واصابة حصلت له في رجله لما كان في الحبس، ولا ده يكون تأثير الأزمة الصحية اللي حصلت له لما كان في الحبس؟ ما هو لو انتم فاكرين قلنا قبل كده ان ابنه الكبير احمد مرتضى منصور راح زاره هناك، ولما زاره اكتشف ان عنده ازمة صحية ودخل بسببها مستشفى وفضل قاعد فيها شوية. نرجع تاني للتصريحات اللي قالها مرتضى منصور ضد كابتن محمود الخطيب وان هياخد ضده اجراءات صعبة تعرفه حجمه كويس. تعليقات كتير بتقول ان مرتضى منصور بيجهز لعدد من القضايا هيرفعها ضد كابتن محمود الخطيب، والاجراءات التانية انه هيجهز فريق مالك بلاعبين كبار عشان ينافسوا النادي الأهلي في البطولات اللي جاية. يا ترى انتم تفتكروا ايه؟ دي هتكون الإجراءات ولا لأ؟